Paris, un individu violemment lynché en pleine rue par plusieurs hommes. رحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من على موقع جريدة لو فيغارو الفرنسية. كما نلاحظ في العنوان عندنا باري ان انديفيدو فيولامون لانشي اون بلان ري بار بليزيور زوم. ان انديفيدو فيولامون لانشي اون بلان ري بار بليزيور زوم. إذن نتكلم عن شخص ان انديفيدو. الانديفيدو يعني شخص. فيولامون لانشي لو فيرب لانشي المقصود به أعدم بدون محاكمة. أن انديفيدو فيولامون لانشي، إذا نتكلم عن شخص أنه أعدم بشكل قاسي. أنه أعدم بشكل قاسي en plein rue. En plein rue كما نقول في وسط الطريق. par plusieurs hommes. par plusieurs hommes من طرف عدة أشخاص. إذا كما نلاحظ في الصورة، أسفل الصورة كما نلاحظ عندنا la victime inconsciente à l'arrivée des pompiers a été transporté dans un état grave à l'hôpital. Et dans la victime, الضحية inconsciente. Anna غير واعية. نتكلم عن الضحية Anna غير واعية. À l'arrivée des pompiers, عند وصول رجال الإنقاذ, a été transporté. A été transporté. Anna تم نقلها dans un état grave. في حالة خطيرة. À l'hôpital. إلى المستشفى. إذن كما نلاحظ عندنا un homme âgé de 39 ans, un homme âgé de 39 ans est né au Sénégal, a été interpellé. Les enquêteurs continuent d'investiguer dans l'espoir de retrouver les autres agresseurs. Un homme âgé de 39 ans est né au Sénégal. Rajoul Bissin 39 ans est né wa mawloudoun au Sénégal. Sénégal a été interpellé. تم استفساره أو تم إيقافه من أجل توجيه الأسئلة إليه. إذن طبعا انتربلي كلكا يعني أنك توجه أسئلة بشكل ما مفاجئة إلى شخص بغرض أن تطلب منه أشياء. Les enquêteurs continuent d'investiguer. Les enquêteurs, الأشخاص الذين يقومون بالبحث continuent d'investiguer. أنهم يستمرون في البحث dans l'espoir de retrouver les autres agresseurs. بأمل إيجاد المعتدين الآخرين. طبعا تم إيقاف البعض منهم فقط ولازال البحث عن الباقين. إذن لأن القتلة كانوا عدة أشخاص. إذن كما نلاحظ هنا عندنا سامدي 26 نوفمبر. إذن هذا السبت 26 من نوفمبر قبل أيام قليلة. vers 1h du matin إذا نحو الواحدة صباحا. إذا نتكلم عن الواحدة ليلا. Le commissariat de Vitry a reçu un appel signalant que des coups de feu avaient été entendus à proximité de la porte de Choisy à Paris. Ce samedi 26 novembre, إذا يوم 26 نوفمبر, vers 1h du matin, نحو الواحدة صباحا, le commissariat de Vitry a reçu un appel signalant que des coups de feu avaient été entendus. لو كوميساريا دو فيتري. إذا نتكلم عن مقر الأمن الخاص بمنطقة فيتري. أغوسي أنه تلقى. طبعا هنا عندنا لو فيغ سوفوار كما تلاحظوا مصرف في لو باسي كومبوزي. أغوسي غوسي هذا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل غوسوفوار. إذا طبعا مسبوق ب لوكسيليار أفوار أو بريزون فنحصل على لو باسي كومبوزي الخاص بفعل غوسوفوار. إذا أغوسي إل أغوسي. Le commissariat de Vitry a reçu un appel signalant. Et dans طبعا هاد الكوميساريه مقر الامن a reçu انه تلقى un appel تلقى مكالمه signalant ان تشير que des coups de feu بان طلقات نار avait été entendu ان تم سماعها انه تم سماعها avait été entendu انه تم سماعها. طبعا هنا عندنا لو فيرب اونتوندر على فوا باسيف كما نقول انه مبني للمجهول. افي ايتي اونتوندي انه تم سماعها. افي ايتي اونتوندي ابروكسيميتي انه تم سماعها. ابروكسيميتي كما نقول بالقرب دو لا بورت دو شوازي تم سماعها بالقرب من هذه المنطقه التي تسمى بورت دو شوازي كما نقول باب شوازي ا باري طبعا بالعاصمه الفرنسيه باريس. ايميدياتمون
في الحال ديباشي سور بلاس، ديباشي سور بلاس، تم الإسراء إلى هذا المكان. لي زيفيكتيف دو لا باك، لي زيفيكتيف دو لا باك، لي زيفيكتيف دو لا باك. إذا نتكلم على لي زيفيكتيف، كلمة إفيكتيف ممكن أن تعني ما يؤثر، كل شيء مؤثر يسمى إفيكتيف. طبعا هنا لا نتكلم عن أدجيكتيف، نتكلم هنا عن اسم. إذا لي زيفيكتيف نتكلم هنا عن عدد أشخاص. لي زيفيكتيف دو لا باك، طبعا باك المقصود به هنا لي بريغاد أنتي كريميناليتي. كمان نتكلم عن ألوية مضادة للجريمة. لي زيفيكتيف دو لا باك دو فيتري الخاص بهذه المنطقة. إذا نتكلم هنا عن عدد الأشخاص المنتمون لهذه الألوية المضادة للجريمة الخاصة بمنطقة فيتري. نو كونستات غيان دو بارتيكولي، نو كونستات غيان دو بارتيكولي، مي لم يستنتجوا شيئا خارج عن العادة، لم يستنتجوا شيئا خاصا. نو كونستات غيان دو بارتيكولي، نقول عن شيء بأنه بارتيكولي يعني أنه خاص، ليس مثل أشياء أخرى. المقصود بأنهم وجدوا الأمور عادية، مي ولكن كيلكو مينوت بلو تار بضع دقائق بعد ذلك ils sont informés، انه تم اخبارهم. ils sont informés انه تم اخبارهم، كما نقول بانهم اخبروا. ils sont informés انهم اخبروا qu'une violente rixe se déroule non loin de là. طبعا كلمه ريكس تعني شجار. qu'une violente rixe بان شجارا عنيفا se déroule انه جرى non loin de là ليس بعيدا من هنا. المقصود بانه قريب من هذه المنطقه. près du tram قريبا من لطخان. غراس ا اون فيديو فيلمي، غراس ا اون فيديو فيلمي باغ ان تيموان، بفضل فيديو تم تسجيله باغ ان تيموان بشاهد لي بوليسيي ريوسيس رجال الامن نجحوا. طبعا نتكلم هنا على لو فيرب ريوسير في البريزون. لي بوليسيي ريوسيس رجال الامن هنا انهم نجحوا. ا ايدونتيفي كيلكا يعني انك تتعرف على شخص، اذا هم نجحوا في التعرف. Les policiers réussissent à identifier 5 personnes. إذن هم نجحوا في التعرف على 5 أشخاص. En train de lyncher un individu. كانوا أثناء إعدام شخص. كما نلاحظ عندنا في التدوينة. Pourquoi cette haine؟ لماذا هاد الحقد؟ Ils n'ont plus peur de rien. لم يعودوا يخافون من شيء. Pas même de tuer. حتى من القتل. Hier soir, بالأمس مساء, au cœur de Paris, في قلب باريس, à la porte de Choisy, عند هذه المنطقة التي ذكرنا, une victime a été lynchée. إذا نتكلم عن ضحية أنه تم إعدامه, par plusieurs voyous, من عدة أشخاص شوارع. طبعا voyous ممكن أن تعني أطفال شوارع, ممكن أن تعني أشخاص تمت تربيتهم بطريقة سيئة، أو نتكلم عن شخص أنه يكتسب أموالا بالقوة وبطرق غير قانونية يسمى فويو. إن فيكتيما إطيلانشي باغ بليزيو فويو، إذا نتكلم هنا عن ضحية أنه تم إعدامها من طرف عدة أشخاص شوارع. إيفغ أنهم كانوا سكارى. إيفغ نقول عن شخص بأنه إيفغ يعني أنه سكران، ومن كلمة ليفغاس يعني السكر. دوليل تخا فيولونس كما نقول من أقصى العنف، أنهم يمارسون أقصى العنف. برافو على باك دو باري، كما نقول تشجيع لهذه الألوية الخاصة بمنطقة باريس والتي نجحت في التعرف عليهم. برافو على باك دو باري 13 إدو فيتري 94. إذا هي خاصة بهذه المنطقة طبعا من باريس، باري 13 ثم إدو فيتري 94 كي انتربولي الذين كما نقول استجوابوا ان دي زوتور. طبعا كما نلاحظ لقطات قليله من هذا الفيديو العنيف، طبعا انهم كانوا بصدد اعدام شخص. الوغ كي الباتخوي دون لو سيكتور، احيانا نتكلم عن لا باتخوي، نتكلم عن دوريه يقوم بها الجنود او يقوم بها رجال الامن خاصه في الليل للاطلاع على الاوضاع. الوغ كي الباتخوي وفي الوقت الذي كانوا يعسون او كانوا يتجولون dans le secteur يعني في هذا القطاع، ils reconnaissent formellement l'un des agresseurs.
يعني أنهم عرفوا قطعا فورميلمون قطعا، يعني أنهم تعرفوا بشكل قاطع على من تعرفوا لان دي زاغريسور، على واحد من المعتادين سلوسي هذا الآخر دو تيب أفريكان، إذن هو من أفريقيا، بورتان سور فيتمون نوار، أنه يحمل لباس فوقي كما نقول أسود افيك دي بوند بلانش، بخطوط بيضاء، بخطوط بيضاء. لوم جين بليس ام، إذن هذا اسمه اجي دو 39 اجي دو 39، إذن هو بسن 39 سنة، أنا السنغال، هو أيضا بدوره مولود بالسنغال، أي انتربولي، إذن تم التحقيق معه. Les enquêteurs constatent alors la présence de traces de sang. Les enquêteurs constatent alors la présence de traces de sang. المحققون constatent alors la présence de traces de sang. تنبهوا إذن إلى وجود de traces, la présence de traces. يعني وجود أثر de sang, أثر الدم sur les semelles de ces baskets. طبعا les semelles مكون من مكونات الأحذية. باسكت نتكلم عن نوعية من الأحذية أنسي كسور سافيست، ثم كانت أثار الدم كما نقول أيضا على معطفه، ولازال البحث عن الفارين. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله. Paris, un individu violemment lynché en pleine rue par plusieurs hommes. Un homme âgé de 39 ans mais né au Sénégal a été interpellé. Les enquêteurs continuent d'investiguer dans l'espoir de retrouver les autres agresseurs. Ce samedi 26 novembre, vers 1h du matin, le commissariat de Vitry a reçu un appel signalant que des coups de feu avaient été entendus à proximité de la porte de Choisy, à Paris. Immédiatement dépêchés sur place, les effectifs de la BAC de Vitry ne constatent rien de particulier mais, quelques minutes plus tard, ils sont informés qu'une violente rixe se déroule non loin de là, près du tram. Grâce à une vidéo filmée par un témoin, les policiers réussissent à identifier 5 personnes en train de lyncher un individu. Alors qu'ils patrouillent dans le secteur, ils reconnaissent formellement l'un des agresseurs. Celui-ci, de type africain, porte un survêtement noir avec des bandes blanches. L'homme, Jean-Brice M., âgé de 39 ans et né au Sénégal, est interpellé. Les enquêteurs constatent alors la présence de traces de sang sur les semelles de ses baskets ainsi que sur sa veste.